السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهرة حبيبي، how are you؟ hopefully إن شاء الله. أكيد أنت جايين سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Please do your best this time to memorize if you don't want to repeat again. See you, حبيبي. السلام عليكم.